كانت بتحب الحياة، واحدة كانت بتحب الحياة جدا، ومع ذلك انتحرت. اللي وصلها ان هي كل ده يحصل اللي شافته بقى على مدار ال3 سنوات الاخرى، كم من الكراهية وكم من تحريض ضدها لا يتحملها بشر. رسائلها من جوه السجن ومذكراتها اللي كتبتها، المذكرات اليومية اللي كتبتها في السجن، كانت بتقول العالم مش هيتغير غير بالحب، مهما كرهوني ومهما كرهوا اللي زيي، مهما كرهوا أي حد مختلف، برضو اللي هيغير العالم هو الحب والتعايش والتعددية. كانت ده كان إيمانها الحقيقي في الحياة، إن الإنسانية هي اللي هتنقذ العالم.